السلام عليكم. ان شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا النهار بغيت نشارك معكم الوصفه ديالي اللي كنعتمدها انا في تحضير لي كريب، يعني اللي هي وصفه جد سهله. هنا كما كتشوفوا بديت هنا خديت جوج بيضات وزدت عليهم واحد القبيصه ديال الملح، هنا جوج معالق ديال السنيده سكر حبيبات، وعندي هنايا جوج معالق ديال الزيت النباتيه، يعني واحد المقادير اللي هي جد بسيطه. وهنايا خديت هنا واحد الكوب او كاس يعني عامر بالطحين، وهو نفسه اللي غادي نعمر به الحليب، غير هي الكميه ديال الحليب كتكون زايده بواحد شويه، يعني ماشي هي نفس الكميه ديال الدقيق. دائما ملي كنديروا واحد الكوب ديال الطحين يعادل كوب ديال الحليب وربع، يعني دائما كنزيدوا واحد الربع ديال الحليب، لان الحليب كيجي زايد على الفارين. وهنا زدت هنا غير نسمت انا بلو سكر فاني، يعني السكر ديال الفاني. اللي بغى ينسم مثلا بالحامض او قشر ديال الليمون، يعني كيبقى عندكم الاختيار. هنايا انا درت الفاني وكنحرك مزيان، وباش نحيد هذوك الحبيبات ديال الدقيق واللي كيبقاو زعما هذا، كنستعمل انا هاد الدراب الكهربائي. نتوما تقدروا تستغناو عليه، ديروا غير يعني بالفوي، يعني بيدكم عادي. كنخلط مزيان الدقيق ديالي كيصبح يعني واحد يعني رطب مزيان مخلط، ما فيش دوك الحبيبات ديال الدقيق، يعني كيجي خفيف، كيجيش بحال البانكيك ثقيل، يعني فريمون خصو يجي واحد السائل اللي عندنا خفيف. انا هذه الطريقه اللي كنعتمد دائما في لي كريب، يعني لا داعي اننا نبقاو نعبروا يعني بالغرام او بهذا، غير كما وضحت لكم في الاول. هنا غادي ناخذ، خليته هنا ارتاح واحد 30 دقيقه او 20 دقيقه او 10 دقائق، يعني على حسب نتوما. الا زعما ما مزروبينش عليه تقدو تخليوه يرتاح. هنا كناخذ واحد شويه ديال الزبده اللي كتكون يعني دايبه بدرجه حراره المطبخ، يعني ماشي لا داعي اننا نذوبوها، وكنبقى ندهن بها المقله ديالي كما كتشوفوا كما موضح. شوفوا هذا هما لي كريب ديالنا، كيجيو يعني فريمون بواحد الطريقه اللي هي جد سهله وكيجيو زوينين. وكنخلي لكم الاختيار انكم تدهنوهم، يعني باش ما بغيتوا انا كندهنهم يا بنوتيلا او شوكولا كما كنقولوا، او الكونفيتور، يعني على حسب الاختيار ديال كل واحد او الذوق ديال كل واحد. انا وليداتي كاين اللي كيفضلوا الكونفيتور وكاين اللي كيفضلوا بالشوكولا. ونتمنى الوصفه ديال هذا النهار انها تكون نالت الاعجاب ديالكم.